عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. حمد بن محمد بن حمد بن مصلح الاحبابي تهانينا لو الناموس. المركز الثالث يبقى المهندس اللي ايضا هناك سعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي قدم عرض رائع وشيق بخمس دقائق 57 ثانيه 7 اجزاء من الثانيه بنفس التوقيت المميز. تهانينا والناموس للجميع. التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات وهذه التحديات استمرارية صباحي هذا اليوم في سن الحقائق بهذه الشعارات بهذه المشاركات الجميلة بهذه الأعداد. الحضور باين وجميل في مهرجان ختامي المرموم اليوم الثاني على التوالي. انطلاقات أشواطنا مستمرة وجميلة للغاية. انطلق الشوط التاسع في أشواطي صباحي هذا اليوم يحمل الأبكار الحقائق تتقدمهن وتقوم بعد الانطلاق الماردة تأتي بالمركز الأول أعناد بن سلطان بن سيف النعيمي يأتي بالمركز الأول اندفع مع المقدمة. المركز الثاني نشوف على ثاني المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام. في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة والرائعة على المركز الثاني مرموقة محمد بن مبارك بن عثعيث العامري على المركز الثاني. بينما المركز الثالث نشوف ثالث المراكز شقرة تأتي في المركز الثالث. سيف بن حمد بن سالم الراشدي يأتي في المركز الثالث. أما المركز الرابع اليذابة تأتي في المركز الرابع. نصيب بسهيل بن يطبع العامري يأتي على رابع المراكز. والمركز الخامس بن السيلية لناصر بن سالم بن حبيب الهشامي على المركز الخامس. سادس المراكز أشوف المركز السادس هذه وصلت خيال خالد بن سالم بن علي الطويشي يأتي في هذه اللحظات. بينما هناك ايضا تتقدم في هذه اللحظات شواهين اسعد بن عامر بن سعيد بن عامر الغفيلي يتقدم في المركز الثامن والمركز التاسع. تاسع المراكز اشوف الانطلاق واشوف التحدي. هذه تقدمت مشاهدينا متابعينا الكرام. هذه زعزعة تعود ملكية العبد الله بن سيف بن عبد الله الاكتبي. والمركز العاشر نشوف الدخول في هذه اللحظة وهذه الشاهينية مبارك بن حمد الحرسوسي. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى. وياما من الأسماء خلف العشر. الله يا سيل المرموم من هذه الشعارات وهذه الأسماء. نعود إلى المراكز الأولى عبر شاشة دبي ريسنج مؤسسة دبي للإعلام في هذا النقل الحي والمباشر. عودة بعد العشر المراكز لمن هذا الشوط نسير مع المركز الأول. ننطلق مع هذه اللي تقدمت مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. نسير مع المراكز الأولى وهذه اللي تقدمت وقادت المارية عناد بن سلطان بن سيف النعيمي على المركز الأول على الانطلاق الأول في هذا الاندفاع في هذه التحديات. نعود إلى المركز الأول في هذا الاندفاع في هذه الانطلاقات. شوف كل الأسماء مشاهدي العزاء. زعفرانة محمد بن صالح بن طرشوم غيرت ولكن وصلت متعبة محمد بن حمد بن متعب الدهماني وصل في هذه اللحظات في هذه الانطلاقات مشاهدي العزاء. هو محمد بن سلطان بن ميرين في هذا الاندفاع والانطلاق نسير مع المراكز الأولى. راح بن ميرين إلى المقدمة في
هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. زعفرانة بن ميرين على المركز الأول، بينما المركز الثاني شوف اللي وصلت في هذه اللحظات الصميم، محمد بن سيف بن مبارك الخيالي على المركز الثاني. المركز الثالث الأمتار الأخيرة لمن النغطة لمن هذا الشوط. أشوف التنافس بدأ في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق الجميل، في هذه الانطلاقات. نسير مع المركز الاول والشفا، هذه شفا محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي، بن زاهرة على المركز الثاني، بن زيتون على المركز الثالث شديدة، محمد بن عتيج بن زيتون، محمد بالعوضي والصميم على المركز الرابع. ولكن الامتار الاخيرة، الله يا بالعوضي يا بالعوضي، شف محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي تنتزع ناموسي هذا الشوط للنقطة الثانية. المركز الثاني محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، المركز الثالث من وصلت فيه الصميم، في المركز الثالث محمد بن سيف بن مبارك الخيالي، المركز الرابع من وصل بن زاهرة على المركز الرابع في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. هذه هوايل أحمد بن خليفة بن زاهرة. المركز الخامس، خامس المراكز، هذه الطائف لمطار بن عبيد بن حامد الطنيجي. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة. التوقيت الزمني 5:53 و3 أجزاء من الثانية. تهانينا وسلاماتنا البواب 11 ومحمد بالعوضي بن يحيى المنهالي على هذا الفوز والناموس. المركز الثاني 5:53.8 في هذه الانطلاقات الشديدة. المجاز أو 8 أجزاء من الثانية، المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري 5 دقائق. المركز الثالث و54.1 من الثانية من وصلت الصميم، محمد بن سيف بن مبارك الخيالي. هكذا كان الشوط. تهانينا والناموس للجميع.